السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا الشيف عماد أبو سيام، راح يحضر لنا الآن اللي هو متبل الأفوكادو. في عنا أفوكادو مقشر جاهز، نعم متبل أفوكادو، طبعا متبل صنف جديد طبق جديد. وفي عنا ليمون، وفي عنا زيت زيتون، وفي عنا لبنة، وفي عنا أوراق النعنع وأوراق الكزبرة الخضراء، وفي عنا فلفل حار، وفي عنا ثوم زائد الملح. طبعا الآن طبعا حبات الأفوكادو مقشرات جاهزات، والفلفل الحار والثوم والليمون. الآن سوف يقوم الشيف عماد بتحضير طبق متبل الأفوكادو. يقوم الآن بفرم أوراق النعنع وأوراق الكزبرة الخضراء فرما ناعما، يجب أن تفرم الخضار في متبل الأفوكادو فرما ناعما جدا. الآن يقوم بفرم وبتنظيف الفلفل الحار من أجل فرمه ناعما أيضا. نلاحظ يفرم الفلفل الحار الأخضر فرما ناعما أيضا. الآن سوف يقوم بفرم الثوم أو بتقطيعه، وبعد تقطيعه سوف يقوم بهرسه. نلاحظ يقوم بتقطيع الثوم تقطيعا عشوائيا، لأنه سوف يقوم الآن بهرسه مع الملح. الآن يقوم بإضافة رشة من الملح، ويقوم بهرسه بحيث يصبح كالمعجون. نلاحظ أنه قد تم هرسه تماما. الآن بعد أن يهرس بالملح، سوف يقوم الشيف عماد بإضافته إلى الكزبرة، أوراق الكزبرة والنعنع والفلفل الحار، حيث يقوم بخلطهما مع بعض. نلاحظ هنا يقوم بخلط الثوم المهروس مع أوراق البقدونس والنعنع، أوراق الكزبرة والنعنع والفلفل الحار، ويقوم بفرمهما فرما ناعما. كما ذكرنا سابقا يجب أن تفرم هذه الخضار فرما ناعما جدا. نلاحظ هنا يقوم بالفرم حتى تصبح هذه الأعشاب ناعمة جدا.
الآن يقوم بوضع هذه الأعشاب المفرومة ناعم مع الثوم في جات خاص. هنا يقوم الآن بنزع بذور الأفوكادو المنظف والمقشر، يقوم بنزعها الآن. سوف يقوم الآن كذلك بفرم الأفوكادو فرما ناعما. نلاحظ هنا نلاحظ هنا أن الأفوكادو أصبح ناعم جدا. وإذا لم تستطع ست البيت فرم الأفوكادو بهذه الطريقة، يمكن أن تهرسه هرس. هنا تمت إضافة الأفوكادو إلى خلطة الأعشاب العطرية المفرومة ناعم. الآن يقوم بإضافة ملعقة من اللبن، نعم ملعقة كبيرة من اللبن، زائد عصير حبة ليمون، الآن بعد إضافة الملعقة الكبيرة من اللبن أو ملعقتين صغار، يقوم بعصر حبة ليمون زائد رشة من الملح، ويقوم بخلط الجميع مع الأفوكادو. الآن نلاحظ يقوم بالخلط حيث يصبح متبل الأفوكادو جاهز. هنا نلاحظ هنا أصبح المتبل الأفوكادو جاهز. يجب أن يخلط جيدا حيث يتجانس مزيج المتبل مع الأعشاب العطرية واللبنة. هنا نلاحظ أنه أصبح لدينا متبل أفوكادو جاهز. الآن سوف يقوم الشيف عماد بسكبه في طبق خاص للتقديم.
موضع متبل الأفوكادو في طبق من أجل تقديمها يضاف الآن إليها بعض الديكور وطبعا وزيت الزيتون. الآن يوضع لها ديكور له شرحات من الفلفل الحار الأخضر، ويفضل أن يكون فلفل حار أحمر من أجل الألوان. هنا الشيف عماد يقوم بإضافة شرحات من الفلفل الحار الأخضر إلى هذا المتبل. ويضيف طبعا بعض حبات البندورة الكرزية التشيري توميتو، زائد أوراق الكزبرة الطازجة تضاف، يضيف بعض أوراق الكزبرة الطازجة للديكور. طبعا هذا الطبق المتبل الأفوكادو هو طبق مستحدث أو مبتكر، هو بالأصل طبق الأفوكادو المهروس يسمى بالإجواكامولي. الإجواكامولي اللي هو متبل الأفوكادو هو مكسيكي أصلا. يضاف الآن زيت الزيتون الطازج ويقدم، وإلى اللقاء في طبق آخر مع الشيف عماد أبو الصيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.